حادث جديد بين قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان والأهالي أدى هذه المرة إلى سقوط ضحايا. الحادث جرى عندما اعترض أهالي بلدة العقبية في الجنوب دورية لقوات اليونيفيل بعد سلوكها مسارا خارج نطاق عملها، والتحقيقات مستمرة لكشف الملابسات. دورية للقوات الطوارئ فاتت على منطقة مش منطقتها، يعني الأهالي اعترضوا هيدا الشيء اللي صار من الدورية، فنزل أحد الأشخاص من قلب الدورية وبلش يقوص بالعالي، فطورت الأمور وصار اللي صار، وهني هربوا من الأهالي، هن وهربانين من الأهالي قلبت فيهم السيارة بمنطقة العقبية بجنوب لبنان. الأنباء تضاربت حول الأسباب والحيثيات، هذا ما أدلى به الناطق باسم القوات الدولية أندريا تينيتي الذي أشار إلى أنه وقع خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان، ومن دون أن يوضح السبب الذي دفع الدورية إلى سلوك هذا الطريق. شو كانوا عم يعملوا؟ شو الهدف اللي كانوا عندهم إياه لحتى يمروا هذا الطريق؟ هذا الشيء خلى الناس توقفهم وتحكمهم. هي ليست المرة الأولى التي يعترض فيها الأهالي في الجنوب على سلوكيات اليونيفيل، ولا سيما محاولاتها المستمرة لإدخال أنظمة مراقبة وكاميرات، إضافة إلى تسيير دوريات من دون مواكبة من الجيش اللبناني كما حصل في أكثر من منطقة. ما حصل في بلدة العقبية يطرح تساؤلات عديدة حول المهمة التي كانت تقوم بها قوات اليونيفيل خارج نطاق عملها ودورها شمالي الليطاني، وهل يؤشر ذلك إلى أن قوات اليونيفيل تحاول تغيير قواعد عمل قواتها في جنوب لبنان؟ جمال الغربي، العقبي، جنوب لبنان، الميادين.